وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بين أمه دعلينينا إنه سهلي وإنه فدوديي وإنه سوى فتشيي كل مضن خير كبضن الله يسوء إمان أيه إله بين أمه دعلينينا كالبدا إذا واحد يكون صاب صنطع الضعف البشري أنواعه أسبابه وعلاجه بني آدم كوينه ضعيف يعني يضعفه هل كو كي مريو يسببها كان إنه ضعيف يو سدابه أود كي يالا ريا وضعفه أو قبحية وموضوع كهلا يا حقيقة دين ويا أذكتها قفكو إنه اسكو الشيء إنه ضعيف يعني إنه تدري ضعفه مركا آيات كقرآن كلا إيغو كلمة الضعف ما لبضن بيكوتيني معنى يا شيخ حنبار سنتا هاي وحي سوسو بيا شبريسا الحاجة والقلة والذلة والنقص والعجز إنه يا هاي قف باهم قف تيير تردي سيرتهاي دليسا أن أود لهين أتاد أن وهاي وحياب بدن أو بهين هاي كتل ما من نقصان معنى يا شا سو ستغي كو لميدا أيا لوغا جيدا ضعيف نمدا الله سبحانه وتعالى صدح آيات أيو سعد أو شاغ إن أين وحوي يضعف النهي وضدكم ضعفائه وحكم إذا قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا إنسان كوحل أبوري إنسان ضعيفا وتقدر أن الله سبحانه وتعالى أبوري الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الله سبحانه وتعالى وإذن خفيفيه وحون أغادي إنا ضعفته وحل تلمامي والله سبحانه وتعالى تلمامي إنسان كو إنو كسمي سيهي وحقيقة سؤيتها إنو ضعيفها وحل غيابا إلا سويديو إلهي وأود بدنيا كمال كيردما يسترك نواتش عليا هدو إنا أبورا يمحو ضعيف نما إنو أبورا ودد أود له ودم ما يسترني نوغا ديغي واي تا جواب تيدو كوبنا وحي نغو نيسا ضعيف نمضا إنه كهد لينا دينا عن نقصانها كالنقط لكن دينا عكلوا الشرف يكمل كهد لمين ضعيف إلا نغضا بنا آدم لكن وحي نكهد لينا أما الضعيف لماذا لا ينكهر لنا وفي مقابل قوة الله وقدرته جل جلاله إلهي مرك الله إنا دين عدقه أيا وحي لنا هيدا الضعفاء وباهن وليتا سيدا أوقد بأن الله سبحانه وتعالى سعاد شاغي تدخو إليه تضباهن إساقنا أويهيك كافتون يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ضعف غني نكهر لينا وضعيف نمو يتقدرني هدين اعترافنا وأين قرنا وأين فهدنا وإلينا شرف يكمال يعز أين كهلين ويعد أين ضعيف كون قرنا والله جل جلاله عمل كحبناها لقسم يأبوي إيه إلهي اللو قد وادا والصلاة صلاة وحيك كوبنتها يا أفعال
ficilada ficilka ugu fadliga badan ee ugu qiimaha badani sidaad ogsoontihiin waa sujuudda wey أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ما حي سجود دوغو قيمة بدنات أو فعل هذا الصلاة أي نقطة تدوغو قيمة بدن صوبتوا ما حي وحم موقنا يباهي ذات إلهي وقبت تاقدر نذا ذا موقنا يس وحم موقنا يسد اللين تاد إلهي سد اللين يس بنا هذا كمرك كبر وحل إلى هذا سنك تجابل إلى هذا ماذا حي وجهه وماشي سو الشرف طبعا أوقفك كل تاعه سيدا أوجد بمرك قماتي وتاج انتهى ما شاء الله كوج سر رئيس وماذا أوجه وجود مغض ماشي كوج قيمة هبض نيت أي وحل لغفر ماشي أن أكثر دقيسة وهو سيسي إن هذا هو وجهك صافته. سيدا أويد بفعل الصلاة صلاة وقيمة بدن. صلاة وحيابها اللغو الصلاة وحا وقيمة بدن إلهي اللو سجود. عبادة وحي قيمة كوية لتا. مركا أي موقت باهدة يا ذلية يا تاقدر ندى. أتكسر فيسنتا إلهي هذا موجيس ليس. عكس كذا عبادة هذه آدم من نكدرته يا أنا سمي يا موشن يا وحي لمدة عبادة أسقيمة هيدو حسب دعية الضعف البشري بين آدم إنه ضعيف يا إلهي بعدي وخلق الإنسان ضعيفا وحين التلاية وحين التصالة يا الكسوة قادرين وأين إفتي منين ما لها بين آدم كو ضعيف ككيه يدو أين سوكو بكريم لكن أين الدون إنه جواب جوانب الضعف البشري إن الوحكة المعنى مركا لقى هذا الليو ضعيف لماذا ما تقدر نذا مروح النقطة بالشد إن الضعيف نقطه أو تكتيد وأي قابسه مرنا واحد لقى هذا الليو قف كل فاهنتيس إنه ضعيف نغض لا وضع وحبه إنه كتل بامينا لكن تينو حوق صار إنه وتشخص يوي بنا آدم هو ضعيف وحو ضعيف كي يأي حق شرك وشركي سوى تقدري خلق خلقا ضعيفا أبوركي سوى أبور ضعيفوي حال ذكر دوم بصمر الله الذي خلقكم من ضعف إلهي وحو إذن كابو ري ضعفي طبعا إذن ضعفي قابو وحو كدن بيسي أود بو إذن يالا أود دانا وحو كدن بيسا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا مركا ربنا آدم كو وحو دشا يساق وضعيفا أو تقدر بو دشا مردحا إلهي أود سيا بل يراني ماذا يا مرحلة الكهل انت انا الشيخ وخضي قبل وقاري مرحلة دا لفتي مرك الله ايغا حلقي ورد شيء ويرا يوحى نولشي سو اي كدن بين يسو قبل مرك الله ايغا ايو اوود يقوة كم وقنيسا لكن حلقي لفتي سين وعضينا انه ضعيف يعني او تقدر يعني لنا عيبضا انه ضعيف يعني يا بها الله ياب كله عبرة إن أقول في لوحة كمدة أنا أقول أنا سويدي والله يا بابا ضد بدني إن أنا خصوصي أجي والله يا بابا ما كانوا مخلوقات كقارس نعدينه إن أي نحوج يسبدنا مخلوقات كلام ما كانوا سنين عدينا سيدا مرودي يا حيوانات كلام ميت كأنا يرانتي إنه إن أي مقتول ضعفي بين واحد تصالك وغفرا هبين كي مركز ساحرين هذا واحد لغي يابا الدبا الحلابة شرط واحد لغي يابا كان عبدا إنا نيشري لكن حيوان كان عدل سيدا إنو أغا قلب قادر نو أينو أغا قاشام نو أينو أغا عبسان عدو نبو الدريميس انت أوليك يا هينا وينو أرين مركنا عينو كقال الله
sun baynu iskaga buufinaa bahala waxa laynoo keenay leyrka la galiyo oo ur soo deynayo ka eriyay qiiq baa inta la shidaya dadkeena waaweyn ee xoogaale kanacada yar baynu waxa weeye la jihaadinaa oo iska ilaalinayna marka bananaada loo soo baxo haday ku qaninto markay ku qaninayso qofku dareemi maayo وهي إلهي وحسية أود إن تاني كوقانين وربي قاقا تشاقين أي وحوية كو تخدير نيسو وماشا أي دون أي سرديقي سين أي تشاقضو أي أي سوحي نيسا دبا إن يدو كارد ركتي أمباد بلاوي سين أسحقضو مركات حقي تان كبلاوضان أما بچوك تبا هرأيو سي سعط وحق وحي تصالة وتعاين ضعفك بين آدم كي تصالة والتحي جوانبته ضعيفك كي هي وبضنتها وحكم ذا مرحلة الشيخوخة مركو قبوب وحبضان ورلي يرني مدو وأوذي يبان وأوذي إلهي وحوري ومن نعمره ننكسه في الخلق ترادك لنا ننكسه في الخلق قف كان عمر سينه وحانو دب اوغو علينا مرحلة دي او ضعيف كاها ابور كي سيبا دب لو عليا مقل كو مقل كي ما ارقونا ارقي ما صعد كونا صعد كي ما شهودو شهودي ما عنتدو او عني عنتدي ما وحيا بابا ضنبو قفكو كضعيفيا إلا او كقارو كاديدا سو بحيتان كيدا يسوي سقصو ساريا إنه عليس كن نقط إنه عيبضا موك ضعيفيا إلهي وشي ضعفي قاس وحكم إذا حملته أمه وهنا على وهن هو يدي مركي سيدي أورك أو كتري هو يدينا وضعيفي سيسونا ضعيف وها وحكم إذا ضعفي قاس الضعف العلمي أقونتيسو إنه ضعيف تاعي كوي أقونت اللسيي علمي اللسيي أي الله سبحانه وتعالى أولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علمي وحير مو يعني وحكر الله إذي كمسي ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء إلهي علمي وحبك قاري مايا ولبنا علمي يرى اللي نسيي وعلمي جهلنا وكهر ريي وقفكم مركي وهراء جاهل كاها إلا ونقضم بيه وعلمي لبضر لنعب النقصان أي كحكتو جاهل لمن وكهر ريس وحنا كضم بيه إلا وبا كضم بيه وقفكم مركي وين هذا علمي بضربه إلا ويا بل إلهي وحكسو قارسي قفكم سيكستا او مسكح بدنيه او طلع يا اخلص بدنيه او اقوم بدن او شيغان ايو بري واحد دعيا ما كو ايمانيا ان انو اوغاني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت نفينا قرر ميس بري واحد اي كسبنيس قرشيال بلا سميه بلاينا لا جهدا وحوية بلين كاس مالين هبلة وحسن قبرية بالهبلة وحسن قبرية سند خصوص سعد وحسن قبرية أدوك واد قرشين إيسا واد كو تلقى ليسا تي ألا نوى مشي دوي وحيا أد كو تلقى شيء سيدا أدوك تلقى شيء إن أدوك ذا فلسا ما أوديد سيدا أوك إبادتك حرفان تاي وحي لهذا بلن بيبي لهذا قرشها أمبريكو تلقى لها دول دعي وايو قرش الله بعض أو كاسي هدو النفط إذا كسر توبي وايو أما حق الله بعض عقب ذا كي ما دان بل إن بي أي وحوي يدتك قارس ميستان وحاسي وامحي وحلو تصي بنا آدم كضعيف لماذا سألو تصي وحكم إذا ضعفه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وحين دلني innaga wax garaada iyo wax aqoona iyo wax garashaa midna allahay
ووحي إن الدم يلا ينقى إلى علي مركز الله سبحانه وتعالى وحوي علمي يا أقول إن السي أين وحكك لسوعي وحكم ذا ضعفك كم ذا ضعف العزيمة وضعف الإرادة قفك إن ضعيفك يا حقق أنقاض الشر وحبضن وآت شعشا عبادا سمعيني وآت كعاجي سيسا وحبضن وآت دونيس ودن تاضي مستقبل كاو وكتراتك قابي نيسا وحد وقابي نيسا دوني تان كاقا ضعف كتراتك وآت شعشا لكن قو أنقاض الشر إبا كاردما وآت كضعيفيسا وحنبقى نوشك عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح مسلم مركي الله سبحانه وتعالى نبي الله آدم وأبو ري أيا وحل السمي تركي سال السمي واللقابي لكن نفت اللقو أبو ري وأردقاق أيا الله سبحانه وتعالى دمودك الشيطان كيبا كدل ضوافي وكدل وريقي يسقو الدون يئنو أقادا مخلوقا عصب أي الله سبحانه وتعالى وأبو فجعل إبليس يطوف به إبليس بوحو قضى قال إنو كوريه أو كطواف وحوارك إبليس إنو يهي أجوف أبورك نبي الله آدم لا أبور إنو يهي مدع على الله أردحدي سقاونته أردحد أوك الدلالة دلال كاسين أو باهن يهي لبوحيه أيو إبليس أرك طبعا نوحو أغادي أنه خلق خلقا لا يتمالك آدم عليه السلام إلا أبو ري يا ابن آدم أبو ريتان آنو وحبه حجسني باهيس يا حاجات كيس آنو اسك الدفاعي كريم خلق أجوف شيء مركو دحذا كالدلالو وحفظوا إنو اسكو دعو اسكو الدنو مركع على الله ينو سميي على شاسنا أباها انت إلا بوحيو عنت إيا عبيتان يا وحلم إذا أباها انت حاجة دا إيا باهي دا ساوحي كينيسا هدي قفك أي كتي مادا إنو مالا بضا نوچيرو هدي حارة انت هدي توغة تاي هدي تاي وحي لهي كحرمي خمر يا خنزير يا وحلم إذا شهوات بضا اللو دي دا إنا نوكحي سنين تانا إن شاء الله تعالى ونسي عضين دونا ضعفك وحكم إذا الضعف النفسي بين آدم كالنفتي سوئنا ضعيف تاهي وقفك النفتي سآل وحكم كريم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي امرأة العزيز وحيت للنفت إذا بريئ لماي وهي النفط ضدك وحي فرتا أو أمرتا حق حمانتا كهذا الكاورونا ينا وحلق الشيخين ويا يوسف عليه السلام سوى تواضعيا نفط وحي تعيشها حق شهواتك ولذلك ما نقول عليه الصلاة والسلام حجبت النار بالشهوات لفظك البخاري حديثك هو متفق عليه نار توحل وحي شابي وحي نفط أي شعلي سريس مركز سيدة شهوات كاللود دبقلي اللون مع سريو أيا وحوية النار تلود داضنية شهوات كاس نفط أي شعلي سريس هو انتهي شهوة الفرج شهوة فرجية وسببت آيات داسي أي قصو بحضي أي تهي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سلف بضني وحيكم معني وخلق الإنسان ضعيفا إنسان كوحى الله أبو ريسه ضعيفا أي لا يصبر عن النساء دمر كيسه آن كهيسني وشهودي سقل مضى آن حجي سنكر وآن حملي أيها الله سبحانه وتعالى أبو ري صوابت علماء السداء إليه آياته كور ريس وحلقها اللي دمر كل حارانتين ميي وحلقها اللي
قفك مسلم كا إن أنا يقبلنا ناي قبر أدونا إنه جرسده إلا الله بالشرط إلا هل موياني شرطي كقوات إنه قبر داس النقطه قبر مؤمن هذا شرطي قال الله بعدنا قبر حرة كور كذا إنه أودي وايو ذلك لمن خشي العنة منكم ومركز زينك بقو النفتي سأبقو أي الله سبحانه وتعالى قبرني أدون تهيد لبني يدو إلهي وطات المامي أي الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم إلهي وحدون أي عليسك يردبك إذن هايستين وإذن كفضوا ضيئ ووحا أيضا كحج سنكرين إنو إذن سهل وشانس يودن سيو وخلق الإنسان ضعيفا إنسان كان وحا لغا أبوري إنو يهي ضعيف وآن وحب حج سنكرين سعيد بن المسيب والتابعين تيوا وينا كمدا بل قلت المامي إنو يهي خير التابعين أفضل التابعين وخيرهم أويس أما الأفضل فمن المسيب وكان العمل علمنا يورع يعبادة يما موسك رقي تابعين تهو وين أبوها سعيد بن المسيب مركو قاري سديتا سنو قاري سديتا جرو قاري أيو حوري عمري سديتا بمريا لابد إذا اندود مدوان بيلي ووحبك أركماي تلابادنا ويضعيفتي مالكي ما وحكو أركابي كينا وحبك ماركو أنا قصة سبوري حدانا هدي قبر إذا أجنبي يقول لي حلو وأن لقار نقضو نفتي إذا آميني ما يبروانو قبقية ضعيفني مدانا هل كساكي قاري تواحسي عضيني حديث كي كوي مسنن أبي داود أيا من الصحابية حديث كان الباني وصحيحين أيا من الصحابية باحن كوي رواية وحي تلماما يان حتى أضناه المرض إلا حنون كو تشيفيي أو داليي إضناغنا وحنون كو انتو كو قدعو مركز تلاه ذا كسو كعمد هر لينو كوي مادو حنون بحنون بوديني وحن نغضي برلاتي ونغضي قفان كعي كريم ونغضي طبعا إذن ما علم المها كم إذا وحا أصوك شيء إن أنا عنتو سيدة أي أصوك شيء وحل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابي فهش لها إن أنت يبوك فرحة نشاط باق لي ونم بلو فراش كأنك كعي حل إلهي بل إنتا صوب بلوت بو دختر كيالي طبعا ندقى بردي وحالكي كغزينا يستوى العياد بالله حمانتي كسمي صحابة دي إهل كي ساهابة ويمي يغو صوب وقرأي استوى حالكي تشيفو بارا ليسا تعبانا طبعا ندوحا ويمي حالكي بواسيداس كبر با إي تي بي قبرنا وكل دعية وكذين يستيم النبي قال الله يقتل حال كي جناح الله شيء آت بويابي نفتي كسوي نين يكفي لنا يلما يهاي النبي قال تجعل عليه الصلاة والسلام النبي قال روح وهيا إن حد كان لجوء وجوء وحكى الله ما هي طب الناس أي النبي قال وجوء كان عيان نكرين أنه حد كيسك حشري وحيكون هذا النبي الله نكاس وحانو أودي وين هنا نكوس قادنو وحانو كبغني أن تتفسخ جلده عن عظامي نكاهدان سنهر صوقاد هلب كيسا يمقار كيسا يلا فيه سويني كالصعمان ضعيف لمهلك وكقاري أيانو كبغينا بيلاني ننحت فراش كالقد القاضي كرمه والله حنبارك كرمه و تركي سوسك حجن ماي وحيدا هذي إنما هو جلد على عظم ومقار يلفي سصارنوي نكاسي ضعيف نمهل كوك قاري ومع ذلك كبربو كبعي إما حالة صمعيني حد كان يسك حجن ماي
oo boqolka jeedal xabada koowaad ba laga baqayaa inuu dhinto. Wuxuu yidhi Nabigu calayhi salaatu wasalaam, boqol caleemood ama laamood oo jilicsan qaada oo isku qabta boqolkaa laamood oo hal mar si fudud ugu dhufto boqolkii jeedal, saasay ku dhammaanayaan. Waxaan filayaa tusaale iyo cibro qof walba way ugu filan tahay bini aadamku sida uu daciifka u yahay isagoo xaaladda ku sugan buu naftiisa xakamayn kari waayey. Dadka qaarna waxaaba laga yaabaa sida hadda dhacda, inta la isdhexgalo oo la ysku milmo rag iyo dumar, bal la yidhaahdo waa laysa salaamaya oo dhabanka dhabanka laysu saaro oo sidii raggu isu mucaanaqaynaya laabta laabta laysu saaro, in haddana layska dhigaya dad abriya ah oo aan waxba xumaanay aanay ka dhici karin. Waa saaxiibaday, waanu wada shaqaynaa, ganacsi baa naga wada dhexeeya, jaar baanu ahay nahayn ahayn, isku galaas baanu ahayn, waa waa iyo wixii la mid ah. Waxaa ka mid ah dacfu lyaqiin, bini aadamka yaqiintu inay daciifto oo si kastoo xaqaa'iqda loo tuso yaqiintiisu inay daciifiso. Taana meelo badan baa lagaga warbixiyey. إلهي وحوري ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. تتك قاربا دنع دنع شافلته إلهي كو عبادي سري عبادتي يا صلاة دي يا خير كي يا وناقي يا دينتي هدو خير كلكوها لنا وحورنا يا ووحاق يا وحلق وقدر وصي وضي هدي حالتك كلك عدنا markuu masjidka soo galo waxa weeye waa u daba jeedinaya. Aayaddu waxay ku soo degtay sida Bukhaari ku timi, nin baa baadiyaha ka imanaya xilligii Nabiga calayhi salaatu wasalaam, dabeedna waa soo islaamay. Markuu soo islaamo, haddii xaaskiisu wiil ay u dhasho, xadiidku Bukhaari buu ku jira, xaasku hadday wiil u dhasho, carabtuna wiil bay jeelaayeen, faraskiisuna uu dhalo magaalada Madiinana meel xanuun badan bay ahayd, jirkiisana uu caafimaad qabo, wuxuu odhanayaa haadaa diinun saalix, wallaahi waa diin wanaagsan, meeshan wiilla waa igu dhashay, faraskiiyo muddaan ii dhalayna waa ii dhalay, dabeedna diinta halkaasuu ka sii waday. Haddii xaasku gabadh u dhasho faraskuna dhali waayo ama caafimaadkiisu xumaado sidii Madiina looga bartay, intuu daba jeediyu odhanayaa haadaa diinu suuq, diintani diin wanaagsan maaha. Waa dhowr iyo soddon sano ama afartan sano ka hor meelo waxaanu gaadhnay, dacwaddu baanay gaadhin, waxaanu ugu tagnay nin xoogaa adhiya haysta oo aan weligii tukin, xayn adhiyo haysta weligiina ma tukin, salaadii iyo wanaageedii baa looga sheekeeyey, wuu ku qanaa salaadii buu bilaabay. Ilaahay baa imtixaamaya, duhurka markuu tukado lax baa dhibata, casarka markuu tukado urgi baa dhinta, cishaha markuu tukado ceesaan baa dhibata. Dabeedna culimadii buu la hadlo, waxaa la yidhi ku sabir baa la yidhi, imtixaan baa kugu socda. Siduu u waday baa markii hal ceesaani ay soo hadhay, ayuu yidhi waa xoolihiiba dabarku ee xabadana yaanay dhiman, salaada jooji. Salaadii uu jooji, welibana ma joojine ceesaantaasi. Markay boodboodaba wuxuu yidhaahdaa atajlisiin wa ilaa sallaytu ragcatayn, ama waad fadhiisan bise laba ragcadood baan tukadaa. Wuxuu ka aaminay salaadu inay laynayso xoolaha laynayso, inay laynayso. Yaqiintii baa daciifa, dad badan baa xaalkoodu sidaaya. Waxaa ka mid a dacfu lmuctaqad, bini aadamka daciifnimadiisa waxaa ka mid a maangaabnimadiisa, iyadoo alla subxaanahu wa tacaala uu abuurtay oo la doonayo keligii inuu u cibaadaysto inuu dhagaxaan samaysanay. Maa laa yaduru walaa yanfac wayacbuduuna min duuni illaah maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum, waxaan dhib iyo dheefninta ku keenay, loox la xarnay ayuu u sujuudayaa u cibaadaysanaya. Taa waxaa ka yaab badan
أو كعجيب سن قصة وينوغش يكي عمر بن الخطاب أو إنتي تمرتي أي شعلاي إنتي سوق هذا بي سنة مكسميني قعمو يلوغو إيو مضحبا لو سميني وحولي مركا وانو عابدنا وانو اتوكنا وانو سجودنا والسنم تمر لغا سميني مركا يقاد شوضان بي لغتا قوستا اللوا تمر إلهي وو عبادي سنة يو عني كيو عابدي أيو حووي مربا لو يقع قوصني وضعفي بن آدمك وحكم إذا ضعف التصرف وحاو السماين أيو إن أنا أمي ساني وأكفو قيني هاي وحدي باتكو كيني مركا عقلي يساو بندقاء وفكرو وحبضنا وديد أيو أيو حدنا السماين أيو أو كنا قاقيا حيابين كنت صالي كرنو حكم إذا نين وحوية مع القبيلة وكشق يستسوق السنتا ما الشيرك سوق اللي يقال إن أقولي ما إنان قاري شركة ذا هذا واحد لقو درس ذا شير ما لقو درس ذا شركة ذي هي شركة سمينة يبا ميل لي سوق ذا قينة شاشة ذا الله سمينة وحوية يقفكو لعقتي سوق ديار سرية شاشة ذا سوق فرانا يدب إن شركة هبلة قيمة هدوا سيكر ليا شركة إيبية بدنا بوثابنا يا وايب سنية لعقتنا ووش نية شركة هيب لي هوس بيو صعطة شركة يجا واني يبين أيها وكبا حيا شاشة داسوكا شخينية ملايين بفائدية ملايين نوا خسارية وانين مال قبيلة وحصوفر استحفيز كيسي ملايين بك الحساب لي حفيز كيسي مركو صوفر استي أيوه حكم مشغولي شهر الكاس منا وإيبنا يمنا وصويب سنين سيدو قوة ديبا قرآن الله كان واللقي علي ومقاي ومشغول سين برقا ديبا شاه الله كان واللقي علي قد ديبا الله كان واللقي علي عصر كيبا شاه عصر يا الله كان واللقي علي مسكح لي سنة ومقانتا الشاشد ويبها الكبتة الله إيبي صويب سدا صوحية بردمو تابرية سوق دانو أدوين باوفر مركي قبل كسير دعي ما هقف شيء فما قف نسينا كتير ما وقف مسكح ديس يتركي سواد الشقين ووحك الحسابين مركي قبل كسير دعي أيو كرسي كدعي أو أوصو حيو ميركي سوتي وان المال قبانا مركي بالله اسكويا أمبراستي بالله يار هوسبيتال كي بالله جي بعد ثانية دك دك على لوسامي نتيجة دي واحد نقضي نيكو واحد مقابو قاچو يهرادو باهية وحنا هلا سيو عبيتان هلا سيو ونيكي ملايين تكل حسابني ملايين تكل حسابني ضعفك واحد كم ده ضعفك كسر في الحاجة برشدة الضعف الاجتماعي أوقفكم مركو لما عاملة يبرشدة إن ضعف كوي مني قيس كي سمرك لما عامل يا يضعيف يا قبيل كي سمرك لما عامل يضعيف يا أصحاب كي سمرك لما عامل يضعيف يا ضعف كجاي مني حق بالشدة كجاي مني ضعف قاسنا وابدية ولذلك قال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة هذا مرخاتي فريسان هذا عيد أمان إيسان هذا عيد كلا حكومة إيسان وحوية أحواشة كلا الدول عدالة كد دالة ولو مرخاتك كفرتان وعدالة أدكو أكتان تدكي قرابة إذن الله وهي إنسان مركو وحوية أيتما دائه الكيسة قرابة ديس ما لبضن بوسيغية وتعصبية أو حوية حق بضم بكتغية إساقو قرابة كيل سمينية وحر نبو عليه الصلاة والسلام الولد مبخلة مجبنة المه فلين مكوو كان أقس إن مبضن حق كاقبا هنابت كبقيسا جهاد كأدي ميس عرطي بأو موبيسا مبخلة بخيل مبضن بكوو كان
عمر كود دولة يقف كود إنه صدق هذا يستو أيوة أباد كدبو إيريا أو دولة يجا إنه واحد يقول وحتى صالك هو قفلا صحابي ويناي حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وحكم إذا رجع بدر كقيب قري وحكم إذا مهاجرين تي صحابة كوي وقفل لقبضنا أيو كم إذا مركو دون ينبغ عليه الصلاة والسلام مكين كدوله أي صحابي قاسي وحن نبغ صحابة فرئنا للاح جير المكة أو سكة دي سأل وقلا يقرشوها حاطب ابن أبي بلتعة قرال بو أقري أهل مكة أوليه نبي محمد عليه الصلاة والسلام بايد كسو صعودي ديار قروبة حاطب ابن أبي بلتعة مركو سيدا ليا واني صحابي ولبنا وكوي مهاجرين تهاي بدر كقيم كري وأقيه نبي عليه الصلاة والسلام إن إلهي وحيوني لكن باهدة يا أبت كيس يا قرابتي سدرين وطرين أيوه حوية وضعيف وإلهي يا رسول كيس وخلاف وصرت النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقدبي وعدوي وشارع وحي باسود دقي نبي وشيغي حاطب ابن أبي بلتع وحاو السبي ورقد يضم مالد حسيس وعطال لصوقبت ومقداد علي بن أبي طالب ونبي أدر يواي كينين وحوري نبي حاطب ابن أبي بلتع وحوري ما حملك على ما صنعت حاطب ومحاك وكلف وحنات سميصي حاطب وحاو رسولك يا الله نما كان كل الصعدة والله بمدو وأنصار وديك الدجاج كودي شو جو بد كودي يدد كودي هايستا يدد مهاجرين ومكة كيمي كوا مهاجرين تاء أهل دو ذي قرابة دو أي كسو شيد بعد دفاع يعدي كهدي وأهل يقرب لي أنا ولكن قريش كما دلنا نندل هذا ما إيه كاشامبور بالله حلف بان نقدر حيا إن اندفاع أيا وحوي نقدر حيا وحيشوك تقرابة يشوك ته وحدون يا قرابة إذا إن أي إلى ليان ووجه يمجع يقعنا كويشو سئبت كيجا يا قرابة يشوك ته يقول إلى ليان ضعف كجي محق قرابة ديس وأدرى النقلادي أيوه حوية وحصور دباو كري حتى وكم جنادي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيله كسودريه حنا بقول عليه الصلاة والسلام نبي الله قال لما أن قالوا بس داو ما نصمين إن قال لما ضج عليه سنة أنا إجماع دين تا إسلام كينا دب ونقضينا إجماعها ضعيف نبضة سالو تحجلي أو حوية الله قدام بدافعي لكن وحلت المامي وإلهي وسودة شيء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ضعفك وحكم إذا أمضي إلي ضعيفته وحوي يهدي حق عيدا كتاهي حق دقالها دي أيتاهي شوانبتك للدول إنه لشيني كضعيفته يظن هو ضعفي أمضي إسلام كهدائي نكوارغنه ولبنا أمضي إنا أي نكد لنا إنا سيدا قال كاهينا يظن ضعفي جيدو وآدي هذا السموضة ما حكينا إلا ضعيفه أسباب تضعفك كينا وبضنته وحكم إذا أسباب تكينا إساء التبعية والتقليد قفك إذك لا أو كأود بضن إنه ضبق له أو يقع أو كضيده سيد ابن خلدون رحمه الله تعالى وتلمامه بناء آدم كوحو شعريها عدة كأود بضن إنه وحوي كطيده إسقى أم لينيا ضدك نوع عاسي كمال يدم يسترن يا أودين يقارن طبعا النفع اللذو ده أكوبي إلي أو تقليدني وأنا ما أنت وحين الله إلا درنا إن إنه رأي قلبيت كما أنت وحيا أبضك قطيرني سيد الله لبسني سيد ما الله شرني سيد الله يسمى ملي سيد وحوي لو ورد نقميه وحيابا بضل لغا سو واردهي ولغا سو قادنهي قضب كاللبات كان ضعيف لماذا والتنازع والاختلاف إلا قيف سمو
وحويه الله إسخلافه ومركي النقطة حق الدين وحويه أحزاب يفرق للنقطة مركي النقطة حق السياسة لقيب قيب سمو مركي النقطة حق قبائلك وحويه الله قيب سمو وإنتاز وإنقسام وقيب سن وضدك سي وحويه سلبية وحويه خلدا أسامينية أي وحويه ضدك يكوي منيا الركون إلى الدنيا الدنيا إذا إلا تشعل يستو وحوية لقد دمدعه أيا يدنا أسباب تكم إذا لقو دلوبي حري نبو عليه الصلاة والسلام يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وحسور دوانا يسوي مريس إن أمضه يسوكين هبر وعدان سيدكو حيرضا وضعنا يابا أي سوه هبر وعدان نبي قال له ويدي عليه الصلاة والسلام ما أنت ميان ويرنا وحور نبي ما عليه الصلاة والسلام لكن وحاته انداد بضن وداد حورة وأن قيمة بضن الله أو تقدر وحور نبي عليه الصلاة والسلام وحتى إذن كوكيني الوهن إن ضعف إذن كوي ما دب وحور نبي عليه الصلاة والسلام وهن كنا وحب الدنيا وكراهية الموت إن الدنيا تشعل سنيسان جيردنا أطلب سنيسان وحكم إذا أسباب تكينيس ترك الجهاد في سبيل الله شتك الله إلا الدقاء الله والله جهاد إلا ضعيف جهاد كنا وبلاري وجهاد بالسنان وجهاد بالسنان وحوي عرب كإلا الدقاء الله إن لغو الدقالما حولها لغو الدقالما إن قعنت لغو الدقالما مربك ما شيئا له وحر النبو عليه الصلاة والسلام حديث كانس جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم إن جهادك لغو القامي وقال ذينا وحوهي لوبا بعد قوائي لغالك توسكا عرب كان حقا لقى عدين وايو الجهاد باللسان ومنكر كي لقى هذا اللي وايو أو حوية حولهنا اللي جهاد وايو وماليه خير كي اللي بحينا يلقى لقى بنا أو لقى لحج على بي وحيا بها ضعفك كينا وحيا بها ضعفك كينا وحكم إذا الانفعالات والعوارض البشرية قفك بنا آدم كأحواشك لدوانا يكوي مريسا عبسي قفك هو عبصري وهدو خير كي وناك ودقاق وكبك يو لبيني كسو قردو الخوف وجبنك هو كمديه وحكم ذا النسيان حقي إلا إلا هو ووحيا بكر لك مشغوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وانا حالك كوي من نبي الله آدم عليه السلام به مرك الله سبحانه وتعالى وقد جي جي شندا كوي على اللي لها عوني يظل هو امتحانه يو أي واحد عضي إنه الشيطان كوي أو كوري هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنت ساجد هذه أنت هذا وارس يبقرتو يولد ما أنك بابائي جيت كارو سيدو هو سواسيني أيا وحكا قالب نقضي أو كوي اللاوي نهي ألا سبحانه وتعالى كنهي قيد كاين وعلا إلهي وحوري فانسيا وحي الله فريبو إلاوي ولم نجد له عزما قوان وكسو نانا يقيد كاين ودي سينو كفو قادنا مهل بولي ألا سبحانه وتعالى إنقنا وحوهي حال كين وصداسو وحكم إذا الحاجات باهية بين آدم فوقبه ووحقب باهدة عنتدى يعبتان وحقب باهدة هردده وحقب باهدة قلمد وحقب باهدة هيد ملوه هيدو باهي وحب بين آدم فوقب باهية بضم بوقبا باهية سوحي كينيا مركعي كوي مادانين وضعيفه أسبابته وحكم إذا الذنوب والمعاصي
إنه قفك ذنبي يا معاصي وكدعه طبعا إن الله سبحانه وتعالى وعجير كليه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلهي مكو قفك حسكا له كشيستو الذنوب يا معاصي ونحد باشو عجيري بو إلهي نرشك قليني إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وحر نبو عليه الصلاة والسلام وحل غيا ما قفك الشقضة إلا غيريو أما مهردي سوايكو كعضو أما أرزاقت بضنه أساقو ذنبي أسمي أوغين مركا عريري قاسي كوي ما دنا وحكوي من يضعف بضن وحكم إذا وحيا بها قفك ضعيفين يا المرض حنونين كوي ما دان ووح بضنه خير وقبني وكضعيفين وحكم إذا الكبر والشيخوخة إنه ويناده وأقبوبه وحوي هرم أقاره وحبضا وكضعيفه وحكم إذا وحيابها الضعف غين وكيني أنه أصل نشأتنا أبور كين وبين السدايه وألا سبحانه وتعالى وإن غا أبوري وحلي توين ونغا أبوري وحلا إن غا أبوري عيد خلقكم من تراب وليس من ذهب إلهي الذهب إنا قام السمي عيد بو إنا قسمي ما حا عيد لينو قسمي عيد ووحا أغقي ما تشبون ما أنت الذهب كأنت لك ليس استوين قرنين معدنها كأنت لك ليس استوين نقاننا لكن عيد عديس كما يبس مسجد كهدات كبا حضو لا بس عب عيد بلاش أما أنت دونتات قرنين ولذلك بعربت وحيكم ما أماها وحي الأهدان تربت يداك قعمها عيدوب يعني عيلوب مركو قفك كو شواب يوح كورنا يا مالك إلا التراب وحن عيدها كوما هيو وهي عيد بلاش بكوصة قرية يعني عيد وحن هين كوما هي معنيه دوامح وحبا كوما هيو عيد بلين قسمي قيمه لين تصيصة مرلبات وحين كسم يسنا ددك ان جوغا ادب با كسم يسن عيد وانو كسوجين انغونا وحين كسم يسنا هي مني الى هي وكت الماما ان ايت هي ماء مهين بيلي تين وهي وحلقت الماما في قمه الحقاره لي اذا شد هلك وقدم بيسين وهي مهين وصيغة مبالغة من الإهانة لذا شهلك وقدم بيسال لغة المام ولذلك من إذا الله ينقص ميني ما عدبا كفا أن تودي بدا ولا صبح ما عوزت هذا من يكب وحيدي بدا مياد ولا بحث إذن أولا ببحث والله يسكن ميلا تلكنا والله قم ميلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيسكن ميلي كنا نغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعنه ذو ما هنا النجاس تا النجاس ما لكن وحل حقره الله غير خشافه وقفك ويسكم ما يريه وأنا كفاني كريمي ووحينه كسوشي نم بقرة أيا أمتي سوق صباح ودوين كالله يسوطبا نن وحوي يا أهل العلم يا أهل الفضل يا ايا وحو اركي نكاسو ان ودده او تاغنين اسكا فديا ددكونا وا توباي هلا ايغو ييره والا او ييره وخرو امدوبا وا تاغنتا وينيسيناي وينيسينايا يا هيبد ايغا هيبديسنيان ادغونا وا فديدا شيخ وحو دونين وا حقيقتي سو شي وخرو سيدهبان كوغو استاغا وانت اولك نطفه مذره وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذاك وذاك تحمل العذرة وحرم حايقو خصبينا كو يستاقو هرتا واحد كسو تشيدا ماني قرنا والله يسكن ما يلوف أياد كسو تشيدا واحد كدن بينا يسان مركات دمتو بغتي أوريا وما أنت ميت كاقا هدان الله آسين إلهي بينك الأسطوريه بنان كالا ديغو
الله بصدق عيسى تعالو سو سكه لغا قبصن مايو سكه لغا قبصنيه قدمون كاغا لغا بخيا ثانا ود كدنبينيسا انت لبدا ودخايسنا اي اد نوشاي اد سكونيس حلوشه سحرا كاغا بوخدا سحردا اينو حلوشه كسيدنه مر ولبا وح باقي اينو يغيين هدي بنان كلا سو دغو ككو خيغا اورينايو ميين ودا فريسان لاي عيدنا ما ودا فريستين مركا نيكي بقوركا انتو اسكو خجلاي بو امس ديبو اوغو جواني حال كو سيداس ضعفك بين هذا مركا كشيكين ايا انه لا حول له ولا قوه ان انو اود لهي وحي كنت صالحين خليفك اللورن يا هارون الرشيد ايا وحا اوسو غلاي نين مسكحدي صلاح انتو لكن حكمه بدن الحكمه في افواه المجانين بل وارت انكم مركو كدفتو ميله بدن يا والي بدن بو كهدلا حكمه بدن نواشيدا نين مسكحدي صلاح انتو اوسو غلاي دبنا وحوري ايواني وحن دوريا ان ادي وانيسو marka khaliifka waxa horyaalay koobiyaaba horyaalay xuriwaana badan ku sheegi maayo koobka biyaha aad cabayso marka aad u baahato ee aad haraado hadii koobka biyaha lagu diido oo lagu dhaahdo lagu siin maayo illa boqortooyada aad haysato kala bad aad ka tanaasusho biyaha ma dhaafsi salaahid haa ninka sidaa uu kula yahay waa kuma وهارون الرشيد وانك مركي ضرور تصاد المرتو اورنا يي ميشا دونت دنيدا كغدا اما بيبر با لايغا كينيا هداي غالا كو دادو بادي غالا لاغا قاداي با لاي كينيا هداي مسلم او دادنا وخي بيرتودا اوغا صوبخاي زكدودا لاي كينيا ميشا دونت كو دا وانك سيدا وهدلي وخوري بقورتويديدا كلبر با كتناسوري سي ان كوب كا وعد wuxuu koobkii markaad cabto qayb ba kaadi noqonays wuxuu kaadidu haday ka soo bixi weydo maxaad sameeyaysaa si ay kaadida kaaga soo ay kaaga soo baxdo nuska kala lama ka tanaasulaysa haab qof kaadidii hayso ay ka soo bixi laada kaadidii ku dhagan tahay si ay kaadidu uga soo baxdo nuska kale boqortooyadana waan ka tanaasulayaa wuxuu hadaba waxaan ku sheegayaa madaxtinni mada kula way kama badna koobka kama badna marna aad u baahantahay oo cabayso marna qashinkeedu inuu ka soo baxo aad u baahantahay oo wax walba aad dabsi sanayso waxay tilmaamaan ninkalo isla khulafada kamida tayib ninkalo khulafada kamida ayaa isaguna wuxuu doonay markay doonayaan inay cadeeyaan bini aadamku sidoo u taagdaran yahay wuxuu waxaan doonayaa maanta baraaro iyo farxad halkii ugu dambeysay inaan galo tiimkii la shaqeynayaan ay soo galin buur yaana ay soo galin mar labaad waxaan doonayaa wax kasto naftaydu jeceshahay waa boqor waa khaliifa in halka la igu keeno waxa la yiri halkan ku suurtoobi mayso waa inaan dadka ka dhexbaxdaa wuxuu fuulay buur dhaladeed baa guri looga dhisay addoomo badan iyo xasaas badan buu lahaa tii ugu jeclaa buu dhahay lay keenay cuntooyinkii kala duwanaa iyo cabitaanadii kala duwanaa ee ugu jeclaana lay keenay buu halkaasaa loogu keenay qof bini aadan ayaanu isoo gelin buu wixii buu isku habaystay gabadhii ugu jeclaa iyo cuntadii ugu jeclaa iyo qof bini aadan waanu soo galay buurta dusheedii iyo hawada iyo laydhi ay ku dhacayso wuxuu doonay maalinka labadeeda galin oo halka ku qaato waxay yiraahdeen markay dhowr saacadood inantii ay u heesaysay macmacaanadii iyo hawlihii ay meel fiican u marayaan taleeb meel uu ka yimi aan la garanayn waxa weeye inantii uu dhuunta kaga dhacay dabeedna hortiisii bay ku dhacday hortiisii bay ku dhacday
waxa ilaahay uu tusay isagu wuxuu doonay adduunyadan kamaal iyo dhammaystiran nicmo kii ugu dambeeyay inuu helo sidaasuu maskaxda geliyey ilaahayna awooddiisa wuxuu tusay xaaladii ugu cuslayd iyo murugadii ugu cuslayd in isla'il biriqsigiiba ilaahay inuu geliyo sikinna gudahood baa farxaddiisu waxay isu beddeshay qofkii uu ugu jeclaa welibana isagoo indhaha ku hayo eegaya inay waxa weeye hortiisa naftu kaga baxdo ayaa alla subxaanahu wa tacaala u tusay walaalayaal waxaan kusoo gabagabaynayaa mar haddii aynu dareenno inaynu sidaa ducafo u nahay maxaynu awood ku helaynaa awooddu waxay ku kooban tahay ilaahii daciifka inaga dhigay oo doonaya isaga inaynu awoodda ka helno inaynu alle subxaanahu wa tacaala aynu qalbigeenna ku xidhno acmaasha qalbiga ee kala duwan in aad iyo aada loogu dadaalo rumaynta iyo iimaanka in la xoojiyo ilaahay la rumaynayo xusidda ilaahay la xusayo istikfaarta adkaarta kala duwan isticaadada ilaahay laga magan gelaya waxyaabaha dacfiga keenaya ee nabigu calayhi salaatu wasalaam ina faray اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر إلهي وحان كان مغن قليا بخلية بخيل لماذا إلهي وحان كان مغن قليا فلين لماذا عاجس لماذا إلهي وحان كان مغن قليا رقئي أود شيخ توئي الدرقية وضعيف قدقة ilaahayow waxaan kaa magangelayaa dayn iga qaalib noqoto oo idaciifisa ilaahayow waxaan kaa magangelayaa waxa weeye ardalulcumur xilliga asaasaqa inaan gaadho waxyaabahaasoo dhan ba ilaahay kaa magangelaya isticaadada iyo istikfaarta iyo adkaartay la badsado waxaa ka mid a taqwa allaahi jala jalaalu waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja alla subxaanahu watacaala in laga cabsado waxaa awood laga helayaa الاستعانة بالله والتوكل عليه وحكستو أتقبر السيلاه إن أدلكاشته لا حول ولا قوة إلا بالله التوكل على الله وحكستو أتقبر أذو أسباب إذا هيا إن الله سبحانه وتعالى لكاشته وإله يعدو تلصارته ومن يتوكل على الله فهو حسبه نك إلهي تلصارته إلهي بكفرا وحكم إذا وحيابها ود الوهل أيوه الصلاة إن وحوي صلاة الوجود دانه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أفزع إلى الصلاة نبي وهدو عليه استرامه حق الصلاة ده يؤرق جحي وودك دقي نبي عليه الصلاة والسلام بلال الصلاة ده نقول راحة وماشى اللي قلنا صنعه النفط حسن له لي أودي كه ليسو صدقات كي يزكدي الله بحيو أيوقفك أود وحوي كه ليا الدعاء وأعجز الناس من عجز عن الدعاء قفكو إلهين وبريو أود إلهين ويديستو ضعف لي تقدر لذين وكسار إلهين وبريو ضد وحا أود ضعيف سنو وعاج سيسا قفك أود ويا الله سبحانه وتعالى إنو بريو وحكم ذو أود لغو هليا ضدك تشلع سنة تقدر إن وحوي الله نحريستو وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم miyaa laydinku hiilinaya oo laydinku arsaaqaya dadka jilicsan ee aad taageeraysaan mooyaane wax kale asuxbatu saalixa waalbii'atu saalixa jawiga wanaagsan iyo dadka wanaagsan ee lala saaxiibayo iyadana awood baa laga helayaa dad badan oo balwaddu ay aafaysay marka la yidhaahdo iska daa ee uu iska daayo laba saaxiib oo cuno markuu la fadhiisto ayuu odhanayaa bahalkiibay igu dhaqaajiyeen qiiqiibay igu shideen wixiibay igu hor cuneen dabeedna dib buu bilaabaya haddaad doonayso inaad awood yeelato ilaahayna uu ku cizeeyo ku karaameeyo waxaad ku dadaashaa goobaha wanaagsan iyo dadka wanaagsan inaad u badato waxa weeye aad iyo aad ugu dadaal waxaa ka mid ah alhijra meelaha xumaanta laga hayo inaad ka fogaato oo aadan isdhiibin oo aad ka baxdo waxyaabaha awoodda lagu helaya waxaa ka mid a ee dacfiga lagaga baxayo alijtimaac wanabdu lfurqa
dadku inay midoobaan oo iskaashadaan oo waxyaabaha kala kaxaynaya oo qabyaaladdu ay kow ka tahay in laga fogaado oo dadku islaamnimo iyo iimaan iyo khayr iyo wanaag ay waxa weeye ku midoobaan oo waxa weeye kala tagga iyo qabyaaladda iyo yasidda iyo nasabka in la duro iyo waxyaabaha la midka in laga fogaado. Haddii dee xaalku uu gaadhana janno uu gaadhana waxa weeye waa mid ka sii daran. Nin baa waxaa la yidhi war ma jeceshaa ilaahay inuu jannada ku geliyo, laakiin qabiilka aayastaan ee aada hoos u dhigtaan dhalashadeeda lagu siiyo ma jeclaan lahayn. Isagu wuxuu isku tirinayaa qabiil wax isbidaya, markaa qabiilkii uu iska bidayay baa la yidhi haddii qabiilkaa lagaa dhigo jannadana lagu siiyo lagugu bushaareeyo ma jeclaan lahayn. waxaa ku dhacday beerka jecle xaydha jecel jannana waa doonaya magaca qabiilkaana inuu maqla dooni maayo. muxuu ku jawaabay? wuxuu yidhi haa waan jeclaan lahaa, laakiin bishard haddaanay ahluljannuh iyo ogaanay ahluljannuh haddaanay ogaanay qabyaaladda ila la dagaalamo. waxaa ka mid ah asbaabta ka mid ah azawaaj, waynu waxaynu soo tilmaanay dacfiga ugu badan ee dadka ku imanaya xagga dumarka inuu ka imanayo. waxyaabaha lagu daweynaya waxaa ka mid ah azawaaj, dhallinyaradu inay guursadaan oo guurka ay ku dadaalaan. qodobka ugu dambeeya alictizaazu biislaam waathiqatu bih waathiqatu binasr illaahi jala jalaalu, qofku wuxuu cizi iyo sharaf iyo awood ku dareemaya inuu sharciga alle iyo diinta alle iyada uu ku faano oo iyada uu ku qanco oo uu aamino. waalcaaqibatu liman ittaqaa waalcaaqibatu lilmuttaqiin, waxa weeye alaa ina nasra allaahi qariib, mar hadduu diinta alle iyo xaqa uu ku taagan yahay in alle subxaanahu wa tacaala uu hiilinayo. waxaanu ku soo gabagabaynaynaa oo awood ummaddu ay ka helaysaa sharaf iyo cizina ay ku helaysaa adduuniya aakhiro, alakhdu biasbaabi alquwa, asbaabta awoodda keenaysa maadigaana in lagu dadaalo. oo waxa weeye culumtii maadiga ahayd hadday tahay tii ciidanka iyo haddii ay tahay dhaqaalaha iyo haddii ay tahay farsamada iyo warshadaha iyo waxyaabaha la midka ah, culumta noocaasay ummaduhu adduunyada ay ku horumaraan iyadana in lagu dadaalo oo waxa weeye dad ay u soo baxaan si waxa weeye laysu dhammaystiro. taa ugama jeedno sida dadka qaar ay aaminsan yihiin in lagaga mashquulo cilmigii diiniga ah oo qofna aanu ka maarmayn, laakiin in la helo culumta noocaasana dadku xeel dheeraanaya. dadka qaar waxay yidhaahdaan baraha bulshadana waa lagu arkaan u malaynaya wuxuu soo dhigayaa konton culimmada ka mida Soomaaliyeed oo dadka la dhagaystaa, dabeedna komanti uu ka bixinayaa wuxuu odhanayaa waxaasoo dad oo la dhagaysto maanta hadday maadiinoo baran lahaayeen meel fiican baynu gaadhi lahayn. waa laga helayaa baraha bulshada. waxaanaynu ognahay kunka sekendariga inooga soo baxa imise xagga shareecada u baydha ma xagga maadiga loo badanya mise xagga shareecada, xaalkeenna waynu ognahay xagga maadiga aynu u badannahay, laakiin waa maadi aynaan ku intifaacin wey. waxaan kaga baxayaa nin culimmada islaamka ka mid a ayaa waxaa loo yimi isagoo saxiixulbukhaari dhigay ayaa loo yimi nin dadka aynu sheegaynaa baa u yimi, wuxuu yihi sheikh intaad bukhaari iyo ku mashquulsanayd xadathanaa fulaan ayaa gaaladii waxay gaadheen buu yihi dayaxay gaadheen oo ku degeen buu yihi. wuxuu yihi adigu dayaxa ma gaadhay buu maya. wuxuu yihi adigu bukhaarina ma haysid dayaxna maad gaadhin midun ka soo bax buu. marka waxaa inagu jira dad noocaasa oo u malaynaya daciifnimada dadkani ay ku jiraan in xagga diinta looga yimi. xaqiiqaduna waxay tahay dacfigeennii ilaahay uu nagu abuuray waxaa dacfi ugu sii daray waxa weeye diintaas inta aynu ka jeesannay ee aynu ka tagnay ayaa dacfigaasina waxa weeye inooga yimi. ilaahay waxaynu ka baryaynaa dacfigeenna inuu quweeyo, in alle subxaanahu wa tacaala xaalkeennana wanaajiyo, khayrna alle subxaanahu wa tacaala iyo cizi iyo badhaadhe
أمضى الله سبحانه وتعالى إنه قارسيه إنه الله سبحانه وتعالى أعماش ونكسنا إنه سمعنا الله إنه نقا أخبره توفيق الله سبحانه وتعالى إنه وافتشيه الله سبحانه وتعالى خاتمه ذا خير وخاتمه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد.